ننتقل لعصر جديد ليس لطموحه حدود، بل طموح يعانق عنان السماء، نفتح فيه الأبواب ونجمع فيه العقول لتبدع وتنشر علماً ينتفع به ليخدم أعظم أركان الإسلام، منطلقاً من رؤية طموحة، رؤية المملكة 2030 التي جعلت من خدمة الحرمين الشريفين أصلاً ثابتاً وفصلاً يتجدد ليسمح لعالم التقنية أن يكون جزءاً أصيلاً من التجديد. ولكم أنتم أيها التقنيون أن تكونوا جزءاً من هذا الفصل وهذه التجربة، وأن تنتقلوا معنا في هذا الطموح.